اسم الله الشكور، محاضرة للشيخ الفاضل حيدر الإمام حفظه الله، كانت بتاريخ 11 من شهر ربيع الآخر لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حكم. وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء وملء كل شيء، لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد عدد ما حمدك الحامدون منذ خلقت السماوات والأرض إلى أن ترث الأرض ومن عليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سعادتنا عظيمة وفرحتنا كبيرة برؤية هذه الوجوه الكريمة وزيارة الإخوة الأعزة الفضلاء في هذه الدار الموقرة وفي هذا الصرح العلمي الشامخ الذي آتى ثماره النافعة. وجدنا آثارها في سفوح الجبال وبطون الأودية والشعاب وفي البادية والحاضرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله يختص برحمته من يشاء. فزيارتنا في هذه الليلة لإخوتنا المباركين رعى الله الجميع تعتبر من ألذ اللذائذ ومن أنفس الأوقات ومن أسعد الساعات وأبركها، إلا أن المصباح المضيء نفقده في هذه الليلة، وهو شيخ هذه الدار حفظه الله في الحل والترحال، الذي عرفناه منذ زمن قديم، وهو صاحب نفس أبية وصاحب نفس زكية كريمة وصاحب عفة وصاحب علم وبذل وكرم وسخاء ونصح وبصيرة في الدين والدنيا. هذه شهادتنا، لأننا عايشناه منذ الصغر يوم أن كنا في دار الحديث بدماج عند الشيخ مقبل قدس الله روحه ونور الله ضريحه، فوجدناه ناصحا أمينا، أقصد بذلك الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأمتعه بالصحة والعافية. كذلك أيضا بارك الله في إخوانه ونوابه وأقربائه طلابه ومحبيه وأعوانه حيث كانوا ومن كانوا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفيض عليهم من رحمته
وأن يؤيدهم بروح من عنده، وأن يحرسهم في منامهم ويقظتهم في أسفارهم وحضرهم، ويشكر لهم كل ما قدموه وبذلوه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. كذلك أيضا لا يفوتني في بادئ ذي بدء أن ننقل لكم سلام الإخوة في دار الحديث بمعبر، ممثلة بالشيخ محمد الإمام حفظه الله، يقرئكم السلام. كثير من إخواننا ويتمنون لكم الزيادة من الخير، وكذلك أيضا الاستمرار في هذا الطريق الذي لا يمنحه الله عز وجل إلا لمن أحبه ولمن هو كريم عليه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، أن يجعلنا ممن يرجى خيره ويؤمن شره، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه أكرم وأرحم. الإخوة الكرام، إن علم الفقه بأسماء الله الحسنى من أشرف العلوم وأعظمها، وهو يدخل دخولا أوليا ومبدئيا في قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما قال ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وهذا العلم الشريف، العلم والفقه بأسماء الله الحسنى، هو الغاية التي تسابق إليها المتسابقون، والنهاية التي تنافس في سبيلها المتنافسون. الله يحب العبد الذي يعرف أسماءه أو يتصف بمضمونها وموجبها. وهذا علم شريف عظيم ينبغي للمسلم أن يعتني به قدر ما أمكن. وفي هذه الدقائق التي نرجو الله عز وجل بركتها ونفعها والتوفيق فيها، نستعرض معكم بارك الله فيكم جميعا اسم الله الشكور الشاكر، فإن الله سبحانه وتعالى اتصف بذلك، اتصف بأنه شكور شاكر، وهذا من أسمائه الحسنى. وقد ذكر اسم الله الشكور في 4 مواضع من كتاب الله. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وشكره هنا يزيدهم من فضله، يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بهذه الزيادات لا يعلم حدها إلا الله، لأنه عظيم وعطاؤه عظيم سبحانه. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل الجنة عندما دخلوها، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور لما رأوا من فضل الله وسعة كرمه وجوده وإنعامه وإحسانه ولطفه وبره، فغفر الذنوب الكثيرة ولا يتعاظمه شيء، وجعل من اليسير كثيرا من العمل الصالح، جعله عظيما على مثاقيل الذر تكون كالجبال، يؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكذلك أيضا جاء في قوله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إنه أو إن الله غفور شكور. ومن يقترف أن يكتسب ويعمل ويتسبب ويدل، إما أن يكون دالا أو عاملا أو ناويا لذلك أو باشر الفعل أو استمر عليه فاقتدى به غيره في حياته وبعد مماته، كل هذا من الاقتراف والاكتساب للحسنات والأجور. والآية الرابعة في قوله تعالى في سورة التغابن إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. هذه أربع مواضع ذكر فيها اسم الله الشكور، موضعين في فاطر وموضع في الشورى، الموضع الرابع في سورة التغابن، وذكر اسم الشاكر في موضعين من كتاب الله. قال سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اقترن الإيمان بالشكر، دليل واضح على أهمية، أو اقترن الإيمان الشكر بالإيمان يدل دلالة واضحة على علو منزلة الشكر وأنه قرين الإيمان. فمن آمن وشكر فقد أدى العبودية التي عليه، فهذا نصف وهذا نصف، الإيمان نصف والنصف الباقي في الشكر. فمن آمن وشكر فقد قام بما ينبغي عليه، ولا يبقى للباري سبحانه وتعالى أي غرض في تعذيب العباد إنهم قاموا بذلك، فآمنوا وشكروا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فقد رضي الله لنا هذا السبيل وهذا الطريق وهذه العبودية العظيمة الشكر.
التي هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فهذا شكر الله عز وجل. إذن دل هذان الاسمان الكريمان الشكور الشاكر على الامتنان وإثابة الطائعين ومضاعفة الأجور للصالحين والزيادة من الفضل بما لا نهاية له. الفضل فضل الله يعطيهم من فضله، وكذلك أيضا قبول اليسير من العمل ومغفرة الكثير من الزلل. القليل يجعل الله منه كثيرا ويعطيك عليه ثوابا جزيلا، ويتجاوز عن ذنوب كثيرة لو بلغت عنان السماء. وهو سبحانه وتعالى من شكره يضاعف للمخلصين أجورهم بغير حساب، فيشكر الشاكر ويذكر الذاكر. فالله مع عبده ما ذكره، فمن تقرب إليه سبحانه، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا. هذا الشكور سبحانه. ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا. ومن جاءه بالحسنة زاده فيها حسنا وآتاه من لدنه أجرا عظيما. وهو الشكور سبحانه على الحقيقة، تسمى بهذا الاسم اسم الشكور، وهو الشكور فعلا جل وعلا. فإنه يدلك على طريق الخير ويوفقك ويهديك ويسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، ويلهمك رشدك ويقيك شر نفسك، ويؤتيك ما سألته، ومع ذلك يشكرك ويثني عليك في ملائه الأعلى، يشكرك ويتقبل منك ويضاعف حسناتك ويستر عيوبك ويثني عليك ويحبك، ويعلم أعز ملائكته بأنه يحبك ليحبوك. ما هذا؟ هذا لأنه شكور سبحانه وتعالى. فأنت إن شكرت باللسان، من وهب اللسان هذا؟ إنه الله. من الذي ألهمك للشكر؟ إنه الله. من الذي ساق إليك النعمة واختصك بها من بين الكثير من البشر وأدامها عليك ومتعك بها وجعلك تقوم بحقها؟ إنه الله سبحانه وتعالى، هو الله فاعل ذلك كله، ومع ذلك يشكرك ويثني عليك ويضاعف لك ما قمت به أضعافا كثيرة. قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الحسنة الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وبعض الحسنات لا تضاعف بهذا الذي ذكر، لا، هذا لبعض الأعمال. أما بعض الأعمال الصالحة وبعض الفرائض والعبوديات الخالصة كالصيام، فلم يطلع عباده على كمية الأجر، ولم يكن هناك حد محدود لأجر الصائم. لا نقول الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، لا، خارج عن هذا النطاق. شيء لا يعلمه إلا الله، أي الجزاء والثواب، خارج عن هذا.
إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الكلام الذي يلقى على مسامعنا يدفع المسلم إلى محبة الله وإلى الاستزادة من الخير. شوف الآن وأنت شاخص ببصرك إلى الذي يتكلم، هل تظن أن الله سبحانه وتعالى غافل عن وقفتك هذه وجلستك هذه في بيت من بيوته؟ إنه يشكرك، إنه يباهي ويفاخر بك في الملأ الأعلى، إنه يكتب لك الأجور العظيمة. شكور، لن تخرج من هذا المقام وأنت بلا شيء، لا، حتى من جاء وله مأرب ومقصد آخر غير الاستماع والعبادة لكن جلس واستمع، من كرم الله ومن شكر الله ومن سعادة الجالسين البركة التي الله سبحانه وتعالى منحهم إياها بأعمالهم الصالحة، يجعل الله هذا الإنسان يربح ولا يشقى. أي من جاء فجلس، جاء لغرض وله قد غفرت. يا رب إنما جاء لحاجة، ما مقصده؟ قال الله وله قد غفرت. هم القوم أو هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، فيتفضل الله عليه بالمغفرة. هذا فضل الله، هذا شكره سبحانه لمن عمل عملا صالحا، لمن توجه إلى الله، لمن أحسن المقصد، لمن عظم ما عظمه الله، لمن حرص على إحراز الأجور والحسنات. فإن الله شكور، شكور على كل شيء تقوم به. وكلما زاد الطمع فيما عند الله وزاد الإخلاص زاد الله لك في العطاء، عطاء عظيم. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه، ولا أغلق عليك بابا إلا فتح لك أبوابا أخرى. والشكور سبحانه وتعالى شكر لأنبيائه، شكر لعباده، شكر لمن بذلوا ولمن عملوا ولمن تسببوا في خير ولو ضئيل، شكرهم ولم يجحد معروفهم ولم ينسى لهم أياديهم ولم يبخل عليهم سبحانه وتعالى بالعطاء والجزاء العظيم، شكر لهم. فيوسف الصديق عليه الصلاة والسلام عندما صبر على الحبس والسجن في مرضات الله من أجل الله، فآثر السجن وصبر من أجل الله سبحانه وتعالى واحتمال العذاب والأذى، السجون قبور الأحياء، السجون موت عاجل، لكن صبر ليرضي ربه، شكر الله له فأخرجه من السجن، فكان وزيرا للملك، ما خرج إلى مكان عادي، لا، رفع الله ذكره ورفع الله منزلته وشكر الله له فكافأه، جعله في علية القوم ومع الأشراف وفي مصدر القرار وفي مكان عزيز. قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. عطاء ومدح ووعد شريف. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اختار لنفسه ما علم ووثق من نفسه أنه سيقوم بالمهام على أكمل الوجوه بإذن الله. هذه جدارة، الثقة بالنفس، عندما يكون هناك ثقة بالنفس فتكلم الإنسان أو أشعر الناس بمثل هذا، هذا لا يسمى كبرا ولا تعالي على الخلق، ولكن يسمى هذا من قوة العزيمة وقوة الثقة بالنفس،
لأن الإنسان المهزوز لا يستطيع أن يثبت مثل هذا، وإن قاله بدون ما يكون صادقا افتضح، لكن قاله وهو صادق. اجعلني على خزائن الأرض، يعني المدافن والغلات التي كانت مجموعة من أجل أنه يغيث بها الناس وقت المجاعة في مصر، وقت السنين العجاف، فيستطيع أنه يوزع هذه الغلات وهذه المواد الأساسية، القوت الضروري، يوزعه للناس بعدل وإنصاف وقت الحاجة الماسة، كل ذلك رفقا بالناس ورحمة بهم وحبا في خدمتهم ونفعهم، لا حبا في السلطة والمكانة العالية. وليس في هذا دليل لمن يستدلون أنه يجوز أن تسأل الإمارة أو تطلب الوظيفة، واستدلوا بهذا أي بقول يوسف، فيوسف عليه الصلاة والسلام لم يسأل، وإنما وجه إليه التكليف ونزل القرار، ولا بد من أن تتولى ولا بد من الوزارة. إذن ما دام الأمر أني ماثل بين أمرين لا بد منهما، اجعلني على خزائن الأرض، مثلما أنه اختار السجن، لم يكن اختيار بمعنى أنه يختار السجن ولا يريد العافية، هو يريد العافية، لكن أيضا من العافية في دينه ودنياه أنه اختار أحد الأمرين، كلاهما مر، اختار أن يكون في السجن ولا يتلوث بما حرم الله عز وجل. فلم يكن سائلا للسجن يعني طمعا في هذه الأمور، أو أنه غض الطرف عن سؤال الله العافية والستر وكذا، هذا فهم بعيد، كانت العافية أحب إليه لا شك، ولكن أيضا وجد نفسه بين أمرين، لا بد من هنا أو هناك، لا بد من المعصية أو لا بد من التوجه إلى السجن، مثل الذي يقال له إما أن تقتل هذه النفس عمدا وإما أن تسجن، فقال السجن أمر طبيعي، ولا يقتل نفسا مؤمنا متعمدا، فاختار هذا لا لأنه يريد ذلك، ولكن يعني ينزل إلى أخف الضرر. إذن فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فسعد الناس ونالوا من البركة ما نالوا بهذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عندما كان الرجل المناسب في المكان المناسب انتفعت به الأمة وكان رحمة عليهم بفضل الله عز وجل. وانظروا أيضا أيها الأخوة الكرام كيف شكر الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله عندما أوذوا في ذات الله وطعن في أعراضهم وسقوا ونالوا الأذى، تعرضوا للشتائم من أقوامهم وكثير من أممهم، عوضهم الله فشكر لهم بأن صلى عليهم بين عباده وخلقه إلى قيام الساعة، وصلى عليهم في الملأ الأعلى وفي سماواته العلى، وأخلصهم بخالصة ذكر الدار، مقابل أنهم صبروا على أذى الناس وسبهم، فنالوا من الصلاة والتسليم والثناء العطر العظيم، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واللسان الصدق هو الثناء الصادق غير الكاذب، يعني أن يثنوا عليه وأن يحبوه وأن يمدحوه وأن يقتدوا به ويتأسوا بما سار عليه ويصلوا ويسلموا عليه إلى قيام الساعة. وفعلا حقق الله ذلك، هذا للأنبياء وهذا من شكر الله لهم. وهكذا أيضا شكر الله لسليمان عليه الصلاة والسلام عندما حصد الخيل وتقرب بذلك إلى الله عز وجل غيرة على دينه، لأنه أخر صلاة العصر حتى توارت بالحجاب الشمس، فعمل ذلك قربانا وتقربا إلى الله،
مع أنها معدة للجهاد في سبيل الله، الخيول، فطفق مسحا بالسوق والأعمال. على القول الراجح من أقوال المفسرين على أن المراد بذلك طفق مسحا يعني بالسيف على العراقيل والسوق والأعناق، لا على من يقول أن المسح مسح للبركة والتبرك ويعني الإعجاب بها والفرح بها لأنها معدة في سبيل الله، فالأول أرجح. وهذا طبعا فعله غيرة لله، ثم إن ذلك كان جائزا في شريعته فأبدله الله، وهذا من شكره سبحانه وتعالى، فأبدله بدل الخيل بالريح، غدوها شهر ورواحها شهر. المسافة التي كان يقطعها في شهر يقطعها على الريح في نصف يوم، والمسافة الأخرى التي هي شهر آخر يقطعها من الظهر إلى المغرب إلى غروب الشمس، إذن يوم كامل على متن الريح في يوم كامل يقطع مسافة شهرين، كان يقطعها بالخيول. لماذا هذه الريح التي هي سرعة هائلة وتمكين عظيم من رب العالمين؟ شكر من الله جل جلاله لعبده ونبيه سليمان بن داود عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، شكر لأنه عمل ذلك غيرة لله. وهكذا يا أخي، عندما تترك السجارة لله يبدلك الله خيرا منها، تترك القاتل لله يبدلك الله خيرا من ذلك، يشكر الله لك، يشكر الله لك. عندما تترك النظر إلى الحرام، عندما تترك سماع الأغاني وتتعوض بذلك سماع القرآن والحديث والاتصال بالله عز وجل، يشكر الله لك. أي شيء تتركه من أجل الله فما هناك أحد يخرج صفرا إلا والرب سبحانه وتعالى يشكر له ويكافئه ويعطيه من واسع فضله. أهم شيء أن تصلح النوايا، أهم شيء أن تصدق المقاصد، أهم شيء أن يكون عندنا قوة ثقة بالله وتعلق به وحسن ظن بربنا جل وعلا. وأبشر بكل خير. من الذي عمل عملا ولم يجد آثاره في قلبه، في صحته، في صدره، في ذريته، في أهله، في رزقه، في أسفاره، في ليله، في نهاره، وقت خوفه، وقت فرحه، يجد آثار العمل؟ من الذي حج واعتمر ولم يجد آثار وبركة تلك الطاعة؟ من هو؟ الصغير والكبير يحدثك عن بركة تلك العبادة، بركة الصلاة، وأن الله يشكر سبحانه وتعالى لمن يسجد ولو سجدة، ولو سجدة واحدة يرفعك الله بها درجة ويحط الله عنك بها خطيئة، ولو تمرة، ولو شق تمرة يشكر الله لك ذلك، تقول النار ولو بشق تمرة، هذا من شكره. ما من عبد يتصدق لله عز وجل بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل العظيم. هذه عدل تمرة، شق تمرة فجعلها كالجبل العظيم. من هو؟ إنه الشكور سبحانه وتعالى. قال في كتابه الكريم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، يعني ينميها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كما العظيم؟ لا نعلم. شيء عظيم ما عظمه العظيم فهو عظيم. انظروا، عندما جاءت امرأة تسأل عائشة فقالت: هل عندك من شيء؟ فأعطتها ثلاثة تمرات، فأعطت لبنت تمرة ولبنت تمرة، وأرادت أن تأكل التمرة الثالثة فاستطعمتها فقسمت التمرة بين البنتين ولم تأكل منها شيئا، فتعجبت عائشة رضي الله عنها من رقة الأم وشفقتها وإيثارها
إيثار البنتين بهذه التمرة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك بما صنعت المرأة، لأن عجبت من صنعها. وهذا ليس غريبا على الأم، فالأم تفدي بنيها بروحها بدمها بنفسها، ليس غريبا، تقدم أكثر من ذلك، لكن هذا أيضا موقف عظيم جدير بالتأمل والتأثر حقيقة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إن الله قد أوجب لها بذلك الجنة. وليس المعنى أن التمرة هذه أو يعني كانت المرأة في حد ذاتها أساسيات الدين، أساسيات الإسلام والإيمان، امرأة الخير موجود، لكن هذا جاء شيء من فضل الله عز وجل إلى الثوابت الموجودة، الأصول موجودة، الإيمان، الدين، التوحيد، فكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من شكره، فعامل ربك تجد الخير العظيم، ما خسر ولا خاب أبدا من عامل الله. لقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يتقلب في الجنة في غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين، كان يؤذيهم، غصن شوك نحى الأذى وجنبه عن قارعة الطريق، رآه رسول الله في نعيم الجنة بغصن شوك فشكر الله له. ومن شكره سبحانه وتعالى أنه شكر للمرأة البغي التي سقت كلبا كان يلهث ويأكل الثرى، فشكر الله لها فغفر لها. والبغي يعني التي تمارس الفحشاء والعياذ بالله، شكر الله لها، ستر عليها، غفر لها، لم تتعب هذا التعب وتسقي كلبا، كلب محتقر عند الناس، كلب مرجوم، هذا يصطمه وهذا يرجمه وهذا يلعنه وهذا يسبه، ولا يجوز، إذا كان لا يؤذي لا يجوز أبدا. إنما ندفع الصائل إذا كان يؤذي، وندفعه بما أمكن دفعه به من الأخف إلى الأقوى، لا بأس، لكن الاعتداء لمجرد أنه كلب أكرم الله وأسمعكم لا يجوز. فهذه المرأة أخذها من الرقة ما أخذها عندما رأت الكلب يأكل الثرى والتراب المبلل من شدة العطش والجهد الذي بلغ به، فنزلت البئر وملأت خفها وصعدت البئر ثم سكت الكلب حتى ارتوى. موقف عظيم، في كل كبد رطبة أجر، يأجرك الله على ذلك. من رحم ولو عصفورا رحمه الله يوم القيامة. نهى عن قتل النمل والنحل والصرد والهدهد وغير ذلك، لأنها في الغالب لا تؤذي ولا تجرح ولا تجلب الشرور. فمن قتل عصفورا عبثا، جاء في الحديث، عج يوم القيامة إلى الله يقول: يا رب سل هذا، لما قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة؟ عج إلى الله، والعج هو رفع الصوت بالشكوى. وجاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج الذي هو الذباحة والتقرب إلى الله بالهدي. فإذا الله سبحانه وتعالى شكور فعامله. عندما تأثر النجاشي بالقرآن الكريم وآوى الصحابة والمهاجر المسلمة وأعطاهم الأمان وسمع القرآن فذرفت عيناه، شكر الله له، خلد ذكره في كتابه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهد. هذا كلام الله. هذه العين التي دمعت أصبحت آية تتلى في كتاب الله إلى قيام الساعة، ترى أعينهم تفيض من الدمع. ولما مات رضي الله عنه أصحم النجاشي ملك الحبشة المحسن إلى المهاجرة المؤمن بالله وبرسوله، وذلك توفيق الله. لما مات أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بموته، فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة فصف بهم وكبر أربعا وصلى عليه صلاة الغائب، صلاة شفاعة. شفاعة من من؟ من خير البرية عليه الصلاة والسلام. إن الناس إذا صلوا على الميت، قال الله تبارك وتعالى لملائكته أجزت شهادتهم فيما يعلمون وأغفر لعبدي ما لا يعلم، هذا من شكره إنه المتفضل سبحانه. وانظروا أيها الإخوة باختصار طال الوقت، عندما قام مؤمن آل فرعون كلمات على استحياء على خجل على خوف، لأنه مؤمن يكتم إيمانه أمام سلطة جبارة، أمام فراعنة، أمام أقوام فيهم قمة الشراسة والبغي والظلم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، كلمة يناصر بها موسى عليه الصلاة والسلام، هل نسي الله له وقفته؟ كلمة عابرة ما في داعي، لا، ذكرت في القرآن وشكر الله له، إلى أن قال الله فوقاه الله سيئات ما مكروا، وقاه الله، نجاه الله، الله عصمه، الله حفظه، الله سانده، الله كان معه وليس عليه، جعل له فرجا ومخرجا، آواه الله، جذبه إليه، ستر عليه، حماه. من يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب ولا تهزم، ومن لم يكن الله معه فهو أضعف من بيت عنكبوت. إذن فالله عز وجل شكر له ذلك، ذكر في القرآن وقاه الله السيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الله أكبر، هذا من شكره سبحانه. وهكذا أيضا شكر لصاحب ياسين عندما دعا قومه إلى الله وقتلوه، شكر الله له فبوأه المنازل والمقامات العالية في الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما مات من زرع المكارم في الورى، بل عاش عمرا ثانيا تحت الثرى. فضل الله عظيم والله شكور. وانظروا يا أخواني، عندما هاجر الصحابة رضي الله عنهم وتركوا أوطانهم وديارهم، تركوها من أجل الله وهي أحب شيء إليهم. الوطن محبوب لدى الناس، والأهل والديار والقبيلة والأموال والأجواء التي تعيش فيها محبوبة عند الإنسان. صحابة هاجروا وتركوا كل ذلك يبتغون الأجر من الله، شكر الله لهم عندما تركوا من أجله، شكر الله لهم فعوضهم وملكهم مشارق الدنيا وغربها، مشارق الدنيا وغربها، وجعلهم سادة وجعلهم ملوكا، وآتاهم من فضله فضلا واسعا. وهكذا أيضا من شكر الرب سبحانه وتعالى أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال برة، يعني أو وزن شعيرة أو وزن برة وما أشبه ذلك في الأحاديث التي جاءت
فلا يخلد هذا في النار ما دام أن هذا المثقال أو ما يوازن حبة الشعير أو حبة البر موجود في قلبه فيخرج من النار، ولا يخلد إلا من كان كافرا أصليا ليس فيه من هذا شيء. هذا من شكره سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وهو من شكره أنه لا يعذب غير مسيء ولا يترك أجر محسن، إنه سبحانه شكور لا يضيع عمل عامل، لا يضيع عمل عامل ولو كان مثقال ذرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومعلوم لديكم حديث صاحب البطاقة الذي أيقن أنه هالك، فأخرج الله له تلك البطاقة التي مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، شكر الله له بطاقة فيها هذه الكلمات اليسيرات، لكن علم الله أن هذه الكلمات قامت في قلبه مقاما عظيما وكان لها تأثيرا كبيرا، وأن هذا يملك أصل التوحيد وكانت الذنوب في غير الشرك بالله عز وجل، فشكر الله له فطاشت تلك السجلات والسيئات وثقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله ونجا، نجا، وهذا من شكره سبحانه وتعالى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، لا يضيع الله شيئا من أعمالك وإن نسيتها، حتى إنهم يقولون إن الإنسان أحيانا عندما يذكر الله بلسان وقلب غافل ساهي، إن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر، مع أنه ذكر لساني دون قلبي، وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان وكان من الأذكار الشرعية، فالأجر أعظم لا شك، لكن من شكر الرب لم يقول ذكرني بلسانه وقلبه مشغول بغيري، ما له وش من الأجر شيء أو ليس له من الأجر شيء، يكتب الله له الأجر، لكنه أجر دون أجر، أجر دون أجر. فمن ذكر الله بلسانه بقلب حاضر مقبل على الله مخلص، لا شك أن الأجر يتضاعف، يتضاعف الأجر. ومن كان منشغلا بأشياء ولكنه أيضا يذكر الله بلسانه، ذكر المجرد باللسان أيضا لا يحرم الأجر، لا يحرم من الأجر، فإن الرب شكور سبحانه وتعالى. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا خلفه في الصف يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، انتهى من صلاته كما جاء عند أبي داود، فقال عليه الصلاة والسلام من القائل آنفا كذا وكذا، فأرم القوم يعني أحجموا عن الإجابة، فقال عليه الصلاة والسلام من القائل آنفا كذا وكذا، فما قال بأسا يعني ما قال شيئا خطأ، فرفع رجل يده وقال أنا يا رسول الله، ما دام ما فيها إشباس ولا فيها غلط ولا خطأ، أنا الذي ألهمني الله فقلت ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يكتبونها أو يتسابقون أيهم يكتبها الأول، لعظم أجرها عند الله عز وجل، وهذا من شكره سبحانه. وعندما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس بسند حسن ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أعظم مما أخذ، مهما كانت النعمة عظيمة وكبيرة فقلت الحمد لله إلا كانت هذه الكلمة أعظم تملأ السماوات والأرض. إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى عنك ويشكر لك فعلك.
إذن علينا أيها الإخوة أن نتفاءل خيرا ونستبشر خيرا. بعض الناس أحيانا قد يأتيه الشيطان فيوسوس له، جالس لي كل يوم للمسجد، إيش معك في المسجد؟ صلاة صلاة، قرآن قرآن، علم علم، حديث دعوة، محاضرة، كتب تأليف، أمر بمعروف نهي عن منكر، صدقة في سبيل الله أجر، اخرج دعوة، اخرج إلى قرية، شارك في كذا، خطبة جمعة، إيش معك من هذا؟ الناس صعدوا الفضاء والناس عملوا والناس والناس، الشيطان يثبت. لا، اعلم أن منزلتك عند الله عظيمة، وأنك ستتباهى على كل الملوك وعلى كل العظماء في الآخرة بحسناتك، هذا بإذن الله. إن لك دولة في الآخرة يا أخي الكريم، مهما كنت اليوم لا تصورك الأفلام ولا نجيز الصور إلا للضرورة، ولا تكتب عنك الأقلام، لأنك قد تكون في غبراء المسلمين، ما أحد ينتبه لك، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فلا تقول لنفسك أنا إلى متى، أو إيش لي من يعني الناس لا يؤمنون اليوم إلا بالمادة، عملت كذا خذ كذا، كن صلاتي عباداتي أعمالي جهدي نشاطي دعوتي تعليمي كيف؟ والله لن يضيع الله أجرك ولن يحرمك أيضا من متاع الدنيا، فهو شكور. قال أحد الإخوة مرة، كان علي هموم وأمور أثقلتني، فكنت سائرا في طريقي إلى المسجد أنفع الناس وأصلي بهم، في طريقي مررت، كانت ليلة مظلمة، في أرض ترابية، قلت يا رب، يحدث نفسه، أنت الذي ستحمل عني همي وغمي وتيسر أمري وتقضي ديني، والمهم كل ما شغلني أنت الذي إن شاء الله تكفيني، وأنت الذي ستحسن تدبيري، لك الحمد، ثقتي بك قوية وحسن ظني بك عظيم، وخر ساجدا لله من باب التفاؤل والطمع فيما عند الله والثقة بالله. فقال ذهب فأدى تلك الصلاة ونفع الناس ورجع، فيقول يعني ساعة أو ما يزيد عليها شيئا قليلا على الساعة، إلا وقد غير الله الحال إلى أحسن حال. طبعا ويقسم على هذا، لكن يعني ننقل يعني كما ذكر، ويقسم على هذا أن هذا الذي حصل. إذن هذا من شكر الله سبحانه وتعالى لعبده، أحسنت بربك الظن وثقت به لن يضيعك، أنت عظيم عند الله، أنت كريم لن يهملك، لن يتخلى عنك، منزلتك عالية يا أخي الكريم، فستجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ما هو الذي ناقص عليك؟ أغلب من تعرف من زملائك وأصحابك ربما أنهم فقراء أحيانا، لا حققوا الدنيا كسبوها ولا حققوا العلم والدين والالتزام، وأنت من الله عليك، هذا فضل الله، هذه منحة من الله لا يضعها الله عز وجل إلا في قلب من يحب. المهم أيها الإخوة، الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يحب من يتصف بأسمائه أو يتصف بموجب أسمائه، فهو شكور يحب الشاكرين. وأحب عباد الله إلى الله من اتصف بموجب هذه الأسماء، وأبغض خلق الله إلى الله من اتصف بأضدادها، لا يكون شاكرا، لا يكون غفورا، لا يكون ساترا، لا يكون رحيما، لا يكون جوادا. لكن حبيب الله من كان جوادا فإن الله يحب الجواد، من كان شاكرا فإن الله يحب الشكور، من كان صابرا فإن الله يحب الصبور، فهو الصبور يحب الصبور، وهو غفور يحب المغفرة، وهو رحيم يحب الراحمين، وهو كريم يحب الكرماء، وهو عليم يحب العلماء، وهو حليم يحب الحلماء، وهو سبحانه وتعالى ستير أو ساتر يحب أهل الستر، وهو محسن يحب المحسنين، وهو عفو يحب العفو،
وهو سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي. كل من اتصف بهذا هذه الأسماء والألقاب الصفات الطيبة فإن الله تبارك وتعالى يحبه، وإن الله سبحانه وتعالى يبغض البخيل، يبغض الفظ الغليظ، يبغض اللئيم، يبغض الجبان، يبغض الخائن، يبغض الذي لا يرحم ولا يحب فعل الخير، يبغضه. فعلينا بارك الله فيكم وفقكم الله أننا نتفاعل خيرا ونتزود من الخير، مهما تضاءل العمل، مهما دق في عينك، فاعلم أن له عند الله شأنا عظيما. الكلمة الطيبة، مثاقيل الذر يحصيها الله، دمعة ولو كانت مثل رأس ذباب تخرج منك من خشية الله حرمك الله على النار، حرمك الله على النار. يا من تنزل هذه الدمعة البسيطة، وأما إن كانت وأنت خاليا فالأجر أعظم، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص وأكمل في خشية الله جل جلاله. فالله شكور لا يضيع عمل عامل ولا يذهب حسنة أي متسبب في أي حسنة. فأنتم بارك الله فيكم صفوة القوم، وأنتم أكرم الناس على الله تبارك وتعالى، لا لشيء إلا لإيمانكم وشكركم وتواضعكم لربكم وطرق بابه والسير في صراطه المؤدي إليه وإلى دار كرامته. بذلك كنت عظيما، لن يتخلى عنك ولن يتركك ولن يجحد لك مثقال ذرة مما عملت. فاستمروا وتزودوا، لا تستهين بكلمة طيبة ترضي بها ربك، لا تستهين بآية واحدة، لا تستهين ببسمة تبتسمها لمسلم أو في وجه مسلم، لا تستهين بأي خير أبدا. فلا تدري من أين تأتيك النجاة، ومن أين يكون بإذن الله المخلص، ومن أين تكون رفعة الدرجات والأعمال المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فاستمروا زادكم الله من فضله، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم شاكرين ذاكرين. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، أن يجعل مآلنا إلى خير. شكر الله لكم على إصغائكم وعلى حسن استماعكم، وبارك الله في الحضور جميعا. شكر الله لهم لأنهم آثروا ربهم وهبوا وأكرموا واستمعوا. نسأل الله العلي العظيم أن يضاعف أجركم ومثوبتكم، أن يصلح لكم أمر الدين والدنيا، أن يصلح